امبارح زارت جيني للمرة الأولى في برنامج ليوريا على قناة كي بي اس واتكلمت عن بعض الأخبار المهمة جدا. وأول حاجة قالتها جيني من الآن فصاعدا سواصل الأنشطة الجماعية مع بلاك بينك، ولكن يريد متابعة الأنشطة الفردية بشكل أكثر راحة. وأكدت جيني مرة تانية على إنشاء وكالتها الفردية الخاصة بها بعنوان وي. كمان اتكلمت عن رغبتها في الحرية وإنها تعمل كل حاجة عايزاها، وأكدت على إنها هتدخل في تحدي مع نفسها بأشياء جديدة. كمان اعترفت إنها تعلمت حاجات كتيرة جدا من واي جي، وتحديدا مواجهة التحديات. اعترفت كمان جيني ان هدفها السنة دي اصدار البوم فردي كامل، وقالت كمان انها عندها رغبة كبيرة جدا للاداء على المسرح. ودلوقتي فعلا كل البلانك مش قادر يستنى عودة جيني المنفردة. وعلى الناحية التانية مع باقي اخبار بلاك بينك، بعد مرور حوالي 4 شهور على اداء ليسا في النادي الاهلي كريزي هورس، امبارح انتشر مقطع ليها وهي داخلة النادي، والمقطع كانت مدته 3 ثواني بس. ورغم ان الفيديو كان قصير جدا ولكنه عمل ضجة كبيرة جدا على كل مواقع السوشيال ميديا، وانتشرت اشاعات جديدة عن انها ممكن تأدي مرة تانية في كريزي هورس رغم الانتقادات. ولكن بعض الجماهير اللي حضرت العرض هناك قالت ان ليسا راحت فعلا ولكن عشان تشاهد عرض ليلة العام الجديد. ودلوقتي الجمهور بقى فاهم جدا ان ليسا عندها حب كبير جدا للنوع ده من الفن في الملاهي الليلية. مش كده بس، كمان امبارح يوم الثلاث انتشرت بعض الاخبار على المواقع الكورية بتأكد ان ليسا وفريدي كارنو كانوا مع بعض في مدينة ديزني لاند في فرنسا عشان يقضوا اجازة العام الجديد مع بعض. وبناء على العيال وبعض المعجبين اللي شافوا الثنائي، ان فريدي كارنو وليسا كانوا برفقة 2 من أشهر بوديجارد عيلة ارنو. ولكن لانه ولا وجه ليسا ولا وجه فريدي كارنو ظهر في المقاطع والصور المنتشرة، فكل الاخبار دي غير مؤكدة. وتفضل علاقة ليسا بفريدي كارنو ابن اغنى رجال العالم غير مؤكدة، هل هم بيتوعدوا فعلا ولا لا؟ اكتب لي في التعليقات انت رايك كيف اخبار النهاردة، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.